وارحمنا بالقرآن عند العرش، واجعل القرآن ربيع قلوبنا وجل أحزاننا وهمومنا، واجعله شاهدا لنا ولا تجعله شاهد عنا برحمتك يا الراحمين. اللهم اجعلنا من القرآن هذا القرآن الذي عاش بهذه الدولة وعاش به المغرب وسيعيش به إن شاء الله تعالى حتى نلتقي جميعا في جنات الفردوس العليا إن شاء الله تعالى. اللهم تقبل من إخواننا الذين حضروا إلى هنا وبجهودهم وبأعمالهم وبما لهم من مال ومن إمكانات، اللهم اجعل في سن حسناتهم، اللهم تقبل منهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، وآترهم ولا تؤتر عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا من الذين يتعاون على البر والتقوى برحمتك ارحم الراحمين، واجعلنا مفاتيح الخير مغالق للشر برحمتك ارحم الراحمين. ونسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة، وارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من فضل علينا، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم أموات برحمتك ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. إن شاء الله هذه الأبناء وهذه البنات يكونوا أهل القرآن وأهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الخلق الحسن، والذي يدرسون إن شاء الله حتى يكونوا من الذين يستفيدوا من هذه الأمة وهذا البلد، هذا البلد المعطاء، هذا البلد الذي له تاريخ، هذا البلد إن شاء الله تعالى الذي سيمتد عطاؤه إن شاء الله تعالى إلى أن يتضرع أدوم عليها. وبارك الله فيكم جميعا وتقبل الله منكم، ونسأله تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة. ونسأله ما مما سأل من نبيك صلى الله عليه وسلم من خير وبركة برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عائلة البلد الذي هو الحمد لله قام بالواجب هو وكل جميع المكونات ديال البلد قيادة وشعبا بجميع المكونات، وهذا هو الذي يميز البلد. هذا خير كبير جدا في البلد لأنه بلد الإيمان وبلد القرآن وكذلك بلد المحبة وبلد التواصل الحق والتواصل بالصبر والتضامن، وإحنا رأيناها في هذه المناسبات، رأيناه في جائحة كورونا ورأيناه في الفجع ديال الزلزال. والله يحفظنا وإياكم وأمتنا وبلدنا من كل هذه يعني الزلازل وكل أوبئة إن شاء الله، ويحفظنا في ملكنا وفي بلدنا وفي أهلنا وفي أحبابنا وفي مقدساتنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم تقبل منا برحمتي وأسرار الفاتحة فاتحة جميعا. الحمد لله رب العالمين الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسول الكريم على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين. وصل اللهم على المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.